بضعف البنى التعليمية خاصة لدى الأطفال، والتي تعد واحدة من أسباب الفشل الدراسي. مدرسة إدريس البحراوي في حي العكاري الشعبي في الرباط. 62 طفلا دون السادسة يستفيدون من تعليم تمهيدي حكومي مجاني. هات جينا هات هات أسمع منا الأدوات سأسمع الأشجار. طاب طاب لي ما بوج بوج لي دوا صنصة أفت لني أنا وريدة حمراء مغروسة في البستان. لو بخانتو إتا غيفي دو لا ميزو لو بخانتو إتا غيفي دابل سيزو. تعترف الحكومة المغربية رسميا بضعف البنى التعليمية خاصة لدى الأطفال دون سن السادسة، لكن السلطات أعلنت تحدي تعميم التعليم الأولي ضمن مشروع إصلاح القطاع. انتبهت الحكومة المغربية على أن من أسباب الفشل الدراسي عدم استفادة التلاميذ من التعليم الأولي، ولكن تحمل هذا العبء لم يكن سهلا. لماذا؟ لأن الدولة تركز على الأسلاك النظامية الأخرى ابتدائي إعدادي ثانوي. أقسام التعليم الأولي العمومية في المغرب لا تختلف اليوم عن الأقسام التعليمية التي نجدها في التعليم المدرسي الخصوصي. أظهرت دراسة للمجلس الأعلى للتعليم المستقل عن الحكومة أن توفير التعليم الأولي للتلاميذ قبل بلوغهم السادسة يرفع فرص نجاح مسارهم الدراسي. عادل السبيري، العربية، الرباط.